واليوم رح نحكي عن جد عن احد المشاكل الجلديه الشائعه واللي بتكون ايضا مزعجه وبيعاني منها ملايين من الناس حول العالم، يمكن بتصيب الرجال والنساء لعده اسباب. عم نحكي عن امراض فروه الراس. اليوم ضمن فقرتنا الطبيه رح نحكي عن ابرزها وعن اليه العلاج لكل نوع مع اكيد الدكتوره آسيا صوان الاختصاصيه بالامراض الجلديه. صباح الخير دكتوره، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتوره آسيا واهلا وسهلا فيكي. طبعا قبل ما نبدا بحديثنا مع حضرتك رح نتعرف مع بعض نحن مشاهدينا على ابرز مشاكل فروه الراس بهالانفوجراف وبنرجع لحتى نحكي بالتفصيل. يعني شفنا بهالانفوجراف يمكن ابرز امراض فروه الراس، يعني كثار هن اللي شفناهم. يعني شفنا اسمها قبعه المهد، تمام، كثير غريب، صدفيه، الثعلبه، التهاب الجلد الدهني، القوباء الحلقيه، ما بعرف اذا مزبوط اللفظ، والقشره. في امراض اخرى خلينا نقول شائعه او مشهوره غير هدول الامراض؟ هلا شائعه ما كثير، بس هدول الاشياء هدول الاغلب الشيء اللي بنشوفه. بس في عندك مثلا اصابات، مثلا عندك قمل الراس، هذا اصابه قديمه جديده دائما بتتجدد، هلا موسم المدارس حتما حنشوفها، هي شيء دائم بينعدوا الطلاب من بعض اجباري. اي تمام، يعني ما في طالب بتوقع ما انصاب فيها بمرحله من حياته. هلا في عندك امراض اندر، لحسن الحظ نحن يعني هي الشعب الشرق الاوسط هي امراضهم. في عندك امراض اكثر بنشوفها عند البشر، العرق الاسود اللي هي الحزاز المسطح الجريدي مثلا، في عندك التهابات الاجربه، هي قولي شائعه. يعني في امراض شعبه كثير واسعه، لحسن الحظ معظمهم عكوس، يعني بيتعالج وبيطيب ما بترك اي اثار، نسبة اللي بيندب وانه بيترك فراغات دائمة كثير قليلة. اوكي، وهون يمكن بيرجع يعني على حسب امتى الواحد اكتشف الحالة مثلا وبلش يمكن يعالجها على بكير، فممكن يكون هذا السبب. صحيح احيانا اي انه عالجتي باكرا تلافيتي مشاكل، احيانا المرض هو هيك هيك يعني حيتطور لحاله. بنحكي على بعض العلامات اللي ممكن تظهر بفروة الرأس ونكتشف انه اوكي هون في مشكلة معينة لازم احنا نعالجها، وبعدين بنشوف شو هي المشكلة الحقيقية يعني. تمام، انا حاحكي لك الاشياء حسب شو بيجي على العيادات. مثلا بتجي السيدة بتقول لك انا او بنتي عندها قشرة، يعني قشره سميكه لزقانه بالراس، من اي ما بتقشر بترجع بعد يومين ثلاثه بترجع بتتشكل من اول وجديد. هلا نحن بهالحاله قدام امرين، يا شيء بسيط كثير وعابر وحيروح لحاله مع الوقت اسمه نخاليه اميونتيه، عباره عن قشور فعلا سميكه لزقانه بالجلد عاطيه سماكه منيحه، واحيانا بتكون فعلا بتكون حجمها كبير غير القشره العاديه، غير القشره العاديه وعاطيه فعلا يعني مثل الاسمنت تقريبا لزقان هيك بالفروه. فهي الحاله غالبا بالعلاج عم نوصف لها للسيده شويه زيت زيتون او اي زيوت قبل الحمام بربع ساعة وشامبويات فيها مادة القطران ساليسيليك أسيد بيمشي الحال. هلا إذا لما أشرنا هي القشور لقينا الأرض اللي تحتها حمامية، نقصد بحمامية جلد أحمر، فنحن غالبا نحرب باتجاه صدف الفروة. صدف الفروة هو ما في له شفاء تام، هو ناكس، يعني كل فترة رح تعاني منه الصبية أو الشاب، يعني شفاء تام ما في، لكن هو ما بيخوف بالنهاية. نحن كل شيء عم نحكي عنه شغلات ما إلى خطورة على الجلد، وما بيأثر على نمو الشعر ولا بيعمل ندب ولا شيء. ما هو هذا اللي بخاف من الناس إنه ممكن مع الوقت يهر الشعر بسبب هذا الشيء. تمام، أنا بيهمهم بالأخير مظهر الجمالي، وأنا ما بلومهم، فعلا هو الشعر زينة يعني. فأنا بحب طمنهم إنه صدف الفروة شفاء تام، هذا مو هذا هدفنا، مو هدفنا نوصل شفاء تام، لكن هدف
هدفي انه انا هدي المرض بحس ما عاد اشوفه. ففي وقتها نحن مضطرين نستخدم الكورتيزونات الموضعيه لنعالج، يعني هي احد الحالات لنقول بالحالات المتقدمه شوفه. خلينا حتى اول ما نشخصه الصدف، بس دائما نشرح للسيده طريقه التطبيق، السحب التدريجي، يعني يعني مهم بافات الفروه بصراحه هو استشاره الطبيب، يعني انا بهمني نوه لهالنقطه لانه عم تصير عندنا اخطاء. مثلا انه تعرفي استشارات من الجيران من المعارف، اعملي هيك طبقي هيك بدي لجارتي صاير معي هيك تماما، احيانا بتمرق بسلام يعني بيمشي الحال بتطلع الوصفه صحيحه، بس احيانا بتفوتي المريض متاهه كثير كبيره. يعني مثلا في حالات عندنا ذكرتي القوباء الحلقيه، القوباء الحلقيه هي ما لها علاقه كثير بالقوباء اللي هو مرض جرثومي، انما هي الفطور، هي فطور الفروه اسمها قوباء حلقيه لانه بتجي بشكل بقع شعر بيكون فيها هش بريتل يعني سريع التكسر وبيترك فراغات. يمكن بتشوفوها عند الاطفال الصغار 5-7 سنين وبتلاقي ولد واخواته كلياتهم عندهم بقع بالفروه عديده. فاحيانا هي تشخص خطأ من قبل صيدلاني او الجيران مثل ما حكينا انه هي ثعلبه، ثعلبه علاج شكل كورتيزون عم نحكي هالقصص، هون الفطور بدنا مضاد فطري. فاذا نحن اخطانا هون وحطينا كورتيزون لفطور كل ما بتنتشر وبتقوى ممكن توصل لمرحله انه فعلا تموت الشعره، بنكون بمشكله بنصير بمشكله وتصير ندبه خلص. طيب ما عاد انا هون عندي سؤال، يعني كنا عم نشوف بالانفوجراف باول الفقره اشكال مختلفه، يعني نحن عم نشوف مثلا فروه الراس مره عم تكون مثل ما قلتي مثلا بقعه كبيره مثلا بيضه، مره مثل قشر صغير، مره عم بتكون فراغ بالراس. شو هي العلامات اللي بتدل الشخص انه هذا المرض هو بحاجه استشاره طبيب؟ انا اليوم ما فيني اجيب شامبو قشره من الصيدليه مثلا واستعمله وتروح، انا لازم اتوجه لعند الطبيب. تمام. هلا مثلا اول شيء اذا السيده لاحظت انه في فراغ بالفروه، يعني التساقط بشكل عام نسبه كثير كبيره بتشكي منه، بس انه ما لازم يكون في عندنا فراغات. اذا لقينا فراغ دائره مثلا غالبا ممكن تكشف لها اياها الكوفيره او هي ما حتنتبه، حدا من الاخوات عم مشط لها شعرها او بيبين معه. تمام. اذا لقيتي مساحه ما فيها شعر بمنطقه الفروه لازم يتم مراجعه الطبيب، سواء كان الجلد فيها سليم ما في اي مشكله واللي هي غالبا ثعلبه، او مثل ما قلنا الجلد عليه قشور وهيك منظر مغبر هيك متسخ واللي فطور غالبا حتكون. هي من احد العلامات. مثلا الحبوب، التهابات الاجربه، الناس اللي بتحك لك طالع لي حبه بحكوا ما في منهم لحتى تنزف، يعني هي كمان انا بفضل اذا اكثر من حبه وكبيره او طالعت مثلا تقيح معين انه يتم مراجعه الطبيب كمان. تمام. اوكي. يعني هدول من اشياء الامور. تماما. خلينا نحكي دكتوره اكثر على موضوع دائما ما بيقولوا انه في كثير امراض بتكون بمشاكل جلديه، يعني بفروه الراس، بيقول لك انه ايه انا مثلا ماما وبابا عندهم هيك فانا طلعت هيك، فهل العامل الوراثي كمان بيلعب دور بهذا الموضوع؟ والله هو بالطب العامل الوراثي فارض نفسه بكل شيء، يعني ففي نسبه، هي مو وراثه تماما، يعني احنا امراض المناعه الذاتيه بنسميها تاهب وراثي، بمعنى انه اذا الوالد او الوالده او حدا من افراد الاسره عنده اياها فنسبه ظهورها عند الاطفال اعلى من غيره. أوكي. بس هذا لا يعني انه سوف يعني 100% رح تطلع، ما هيك، يعني هي فقط مثل ما قلنا اهبه انه اشياء من غيره. بس كثير احيانا حتى لو في عنده استعداد وراثي اذا عالجنا بيمشي الحال، يعني ممكن انه يمشي حاله، ممكن تنقص يعني كل فتره تتكرر عنده ترجع تنعاد. طيب في ناس كمان كثير بتخاف من موضوع العدوى، يعني بنعرف في امراض مثل ما ذكرنا مثلا الامل هو بيعدي، يعني مثلا المدارس الاولاد بين بعض ممكن يعدي، هل الامراض الجلديه الاخرى اللي نحن اليوم عم نحكي عنها الشائعه هي كمان بتعدي؟ يعني ممكن مثلا اذا اختين عم يستخدموا مثلا نفس رشايه الشعر، اخين عم يستخدموا نفس مكنه الحلاقه، ممكن عند حلاق مثلا معين الادوات اللي هو بيستخدمها ما عم تتعقم بالشكل الصحيح. هي نقطه كثير كثير مهمه، ممكن تعدي بهي الطريقه. هلا بشكل عام نحن بننصح انه كل حدا له وسائل عنايه الشخصيه لحاله، نسبه كبيره منها ما لها معديه، بس نحن بغنى انه نفوت بهي القصه. هلا اللي بيعدي هي الاصابات الفطريه، الاصابات الجرثوميه، الامل، هدول اللي بيعدوا. اما اذا عم تحكي عن صدف ما بيعدي، التهاب الجلد الدهني اللي هو منه قبعه المهد او خبزه الراس اللي هي شكل تبع الاطفال، عند الكبار بنشوفها بشكل ثاني، بتجي قشور واحمرار، قشور صفراء مع حكه جديده بالفروه وبالوجه، هي اللي بنشوفها عند البيبيات في قشر براسهم، في منهم بيحاولوا يقيموا. هي شيء طبيعي، ما لازم يقيموا، لا لا ما هي لها طريقه علاج، شامبو مضاد فطري، كيتوكونازول، ممكن شويه ترطيب بماده زيتيه قبل الحمام، هي لحالها حتروح. تمام. هي هذا شيء كثير طبيعي، فطور الملاسيزيا هي موجوده عندنا بالجسم ساكنه بشكل بنسميها فلورا، فهي بس بتنشط شوي بهذا العمر وبتروح بشكل طبيعي، هي نسبتها ما لها قليله تقريبا 10%، يعني طفل من بين كل 10 حتطلع عنده، تطلع عنده، بس احيانا تكون كثير شديده مريبه للاهل بيرتعبوا، بس هي فعلا ما بتخوف، امنه تماما. دكتوره قديش في للعامل النفسي دور يمكن كثير كبير كمان بانه يظهر مشاكل بفروه الراس؟ صحيح. هلا في عندك التهاب الجلد الدهني يلي بنشوفه بذروتين مثل ما قلنا، قبعه المهد عند الاطفال، او بنشوفه باعمار فوق 30 40، خاصه عند الرجال هذا له علاقه بالحاله النفسيه.
مزعج جدا، اجتماعيا مزعج لانه المريض بحكي كثير والناس عندها ريبه من الحكي، حكيت الفروه، حكيت الجسم. طبعا هو ما له علاقه بالنظافه ابدا ابدا، في محرضات دوائيه، في محرضات غذائيه، بس هو كمان شيء فطري بالنهايه، علاجه مضاد فطري. فهي القصه. كمان من الامور اللي بحب اني نوه الى انه المرضى يعني متى ما توجهوا للطبيب يكونوا مطمنين، مثل ما ذكرنا سابقا انه معظم الامراض رح يكون الى علاج غالبا لو كان هذا العلاج طويل الامد، ما يرتعبوا كثير. الحالات اللي فيها هي ذكرتي العامل النفسي، العامل النفسي اثناء المرض وهو كل ماله، يعني اذا المريض متقبل لا بيجوا الاهل بيرعبوه بزياده انه دكتوره شو في يعني ليش كراسك يعني انا بذكر هم مقوله للعالم الطبيب ابن سينا انه الوهم نصف الداء والاطمئنان نصف الشفاء. تماما، فيعني يبدا القصه اطمئنان، والطب الحمد لله عم يتطور، لو في شيء ماله علاج حاليا حيلتقى له علاج الا ما يلتقى له علاج. طيب خلينا بهيك بنهايه الفقره دكتوره نعطي نصائح لكل اللي عم يحضرونا، نعطي اساليب وقائيه خلينا نقول للاشخاص اللي ممكن يكون عندهم استعداد لحدوث هاي المشاكل الجلديه، كيف ممكن هن يقوا نفسهم من حدوثها؟ تمام. هلا اذا كانت مثل ما ذكرنا وسائل العنايه الشخصيه خاصه فيها عنايه بشكل دوري، فهو ممكن متى ما لاحظ اي مشكله مريبه يراجع الطبيب مشان يوجهه. هلا بالنسبه للثعلبه كونها شائعه او الحاصه البقعيه لهذا هو اسمه الاسم العلمي يعني، فهي احيانا بتكون في بعض الدراسات بتشير انه مرتبطه ببؤرة أنتانية مجاورة، فأنا بنصح الأشخاص اللي بتطلع عندهم ثعلبة سواء بالفروة أو بالدقن عند الشباب أنه يراجعوا طبيب الأسنان يتأكدوا أنه ما في نخور سنية، لأنه في تزامن وفي علاقة بيناتهم. حتى في دراسات بتشير أنه بين أسوأ الانكسار والانحراف ومشاكل الرؤية ممكن تحرض ظهور الثعلبة مثلا، فهي القصة هي فينا نحترز منها. هلأ اللي عندهم صدف حكينا أنه صعب شوي نعمل وقاية تمام، بس هي العلاج السريع والمريض ما يسيء بالحكة المستمرة أو استخدام وسائل علاج وطب البديل أو شيء، لإلا لنكون واثقين منها، هي طبعا إلى فائدتها بس من مصادر تكون موثوقة. تمام. يعني يمكن في الكثير يمكن من التفاصيل لازم عن جد ننتبه لها من البداية، ومثل ما قلتي دكتورة يعني كله بيتعالج، في قصص يمكن ما حتتعالج يعني ما حلتقى لها حل نهائي، لكن يعني ما لها المصيبة مثل ما الناس يمكن دائما بتتخيل وبتخاف فورا من أي مشكلة ممكن يتعرضوا لها بفروة الناس. ومثل ما ذكرتي العلاج بأول الطريق دائما أسهل من تفاقم الحالة. أكيد. شكرا كثير لك دكتورة آسيا على كل المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا إياها، إن شاء الله يكونوا كل مشاهدينا كمان استفادوا.